السلام عليكم، قاسم الويزي، مقاول في مجال الديكور. بسبب هذه الجائحة ديال المقاولة ديالي ضرات ووقفات بالكل. الحمد لله استفدت من الدعم الاكسجين اللي هو غطى لي بزاف ديال لي شارج. دابا السؤال ديالي بغيت نعرف واش كاين شي دعم اخر اللي نقدر هو نستافد منه من هاد لابون ديالي باش نعاود نديماري لاكتيفيتي. شكرا. السلام عليكم سي قاسم، من بعد ما استفدتي من قرض اكسجين ممكن انك تستفد من واحد التمويل اخر اللي هو قرض لاعاده التشغيل، وهذا التمويل غادي يمكنك باش تمول متطلبات الاشتغال البوزوان دو فوندغولمون اللي ممكن تكون المصاريف اللي كتعلق بالمموين باش تشري السلع، الكرا، الماء والضوء وكذلك المستخدمين. وهذا القرض كيكون بضمان ديال لا سي سي جي، والتسعيره ديالو كتكون منخفضه على التمويلات الكلاسيكيه. وكذلك هذا القرض هذا ما فيهش ضمانات شخصيه او لا ضمانات كتعلق بالمقاوله ديالك، والمده ديال الاداء ديالو كتوصل حتى لسبع سنوات وفيها واحد الفتره ديال السماح ديال سنتين. وباش تستفد من هذا القرض كندعيك باش تزور مراكز دار المقاول او لا المراكز المختصه بالمقاولات الصغرى ديال التجاري وفابونك. التجاري وفابونك فيكم واثقون.